السلام عليكم. في حنا خويا تطردنا من منازل ديالنا ظلما وعدوانا. انا اول حاجه بعد عثمان لطفي من دار بوهزه دوار 70 جماعه ولاد عزوز اقليم النواصر، مشاو لنا المنازل ديالنا خويا بالطرد المحتل ظلما وعدوانا. حنا مشاو لنا المنازل ديالنا خويا بحكم فاسد صدر من هيئه وحده 4 ملفات. هذا هو الملف الاخير اللي صدر شهر 6 2023 تحكم بالظلم هذا الملف هذا، والهيئة اللي حكمت الملفات الاولين بثلاثة حكمت هذا الملف هذا، وتعداو علينا هاد الناس، داونا المنازل ديالنا وشردونا حنا سبعة العائلات، وحنا دابا راه درنا عارضة للنقد، وهاد السيد دابا راه كيدعي هو القاضي، هو المحامي، ويعرف الأحكام قبل صدورها، حنا بغينا الحق ديالنا يبان، راه حنا مشى لنا ديالنا خويا، هاد السيد راه شاري أرض عارية 430 متر من هيك من من من, من تيتر فيه 34 هكتار مسمى بالهراوية الحداوية في دار بوعزة إقليم النواصر جماعة ولاد عزوز. هاد السيد راه تعدى علينا، راه حنا مشردين أخويا 6 شهور من 25 شهر واحد جاتنا القوة العمومية وخرجونا وسدونا على المنازل ديالنا والحوايج ديالنا والأغراض، ورقة هي الآخر ما تقدرش تخرجها. علاش؟ حيت كيدعي بالقوة، كيدعي بالنفوذ، عنده النفوذ. راه تعدى علينا السيد هذا، وخويا ماشي على الحكرة، راه صافي راه تحكرنا في هذه البلاد، راه تحكرنا، كتشوف ملفات صحاح بالعقود بالشواهد بالملكية ديالك، مول الأرض اللي بايع لك اللي عنده التيزر، ها هو معاك، دير لك إشهاد وإقرار، وعاطيك إراثة، وعاطيك كل شيء، وقال لك أنا معاك، قال لك أنا السهم اللي بايع لهم، ماشي هو السهم اللي فيه التومة، هذا السيد راه تراموا علينا الأرض ديالنا، راه تراموا علينا المنازل ديالنا، راه داروا تحايل. سعد النبوي والله يجزيك بخير، إلا كنتي كتشوف هاد المنابر اللي كنصوروا فيها من هاد المنبر تي في 5، سي الداكي الله يجزيك بخير، رئيس النيابة العامة، رئيس وكيل الملك، وكيل العام، اللي المحكمة الاستئناف راه مشى لنا ديالنا، راه تظلمنا، راه تعداو علينا، راه حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا كنفتخر بأن عندنا منابر توصل الأصوات ديالنا للسلطات العليا، وأنا كنفتخر باني في المملكه المغربيه، ولا ما تخداش لينا حقنا وبين حقنا. انا كمهاجره غنسرق الباسبور ديالي، انا كنطالب بحقنا. هالسيد جاهل، امي كان ما عنده حتى شي حاجه، خصو يتحاسب من اين لك هذا بعدا على الممتلكات ديالو وعلى داكشي اللي عنده. هالسيد هي الخدمه ديالو، قال انا ما كنعرفش الله في المعاكم، انا كنعرف ابليس، قالها لي شخصيا. انا هالسيد حنا شرينا من 98، هو شاري في 2020، ما عنده حتى شي دليل على هاد العقارات، كيفاش تحكم لي هاد الحكم؟ انا كنعرف القاضي كياخذ بالثبوت والاثبات. احنا عندنا شواهد عدليه، عندنا اشهاد من صاحب العقار اللي باع لنا العقار، شهد وسنا وقليزة، وعندنا 12 شاهد، ودرنا احتجاجات ومشينا للعامل ما خلينا فين مشينا، وصيفطنا الاوديو اللي هو كيتفاصل معنا فيه، كيتفاصل معنا فيه 13 مليون، قال انا خسرت الخسارات، ردوا لي 13 مليون ديالي، راه كيتسناو فيا، وانا كيصدر الحكم عندي قبلها باربع شهور، والله شاهد عليا، عندي التسجيل الصوتي ديالو. السيد طاغي، حنا واش تحت حكم المملكه المغربيه؟ وعاش سيدنا، ولا تحت حكمه هما، ولا تحت حكم السماسره، ولا الطغاة، ولا كيتباعوا ويشراوا فينا، حنا بغينا حقنا. محمد السادس، إلا كان شعبك عزيز عليك، غتشوف هاد التسجيل، وغتاخذ لنا حقنا. أمسي الحموشي، أي سبع، أي إنسان في الرباط نزيه، راه عندنا الرجال النزهاء، عندنا النساء المناضلات النزيهات، ما يهمناش باعوا وشراوا فينا، حنا غنصبروا، تغناخذوا حقنا. وعاش الملك، وعاشت المغرب حرة عربية، حنا كنثيقوا في القضاء المغربي، وكنثيقوا في الصحافة، وكنثيقوا في سيدنا، ها سيدنا الصاب. وكيدير ديال عباد الله، يلاه واحد السيده تاهي في دار بوعزه راه باراليزي، دا ليها رزقها وحقها من غير حتى شي حاجه، راه مسكينه مشلوله، كيتعمد على هادشي، وهذا هو شغله، وهذا هو طريق ديال الحياه ديالو، ما كان عنده حتى شي حاجه. كنطالبوا بحقنا، وان يحلوا لنا الديور ديالنا، والعواشر هذه الدار تشردوا، وعندنا سيد مريض كبير في اللاج،
حنا ما دينا ما سنينا معاه ما بعنا ليه ما جلسنا معاه ما اتفقنا معاه على حتى شي حاجه. دخل الدار ديالنا داروا ليه كسكسو داروا ليه العراضه داروا ليه بزاف. انا كنت حاضره كنت جبت ليه البوليس ما كنتش حاضره انايا. الا كان ما غيترجعش لينا حقنا اجريو علينا خويا مشيو لاي دوله اخرى مشيو للسودان نعيشوا فيها ولا تشاد اكرم لينا من هاد العيشه اكرم لينا. حنا عندنا ثقه في سيدنا وعارفه سيدنا ما كيبغيش الظلم وعارفه مهما يقولوا عاش الملك وعاش المغرب اللي بغاو يشوهوها. بلادنا زوينه بزاف وعارفه في يوم من الايام غتقاد البلاد وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من خدع علينا الفلوس كاين الله سبحانه وتعالى وحنا غنصبروا يا اما يعطيونا حقنا يا اما يجريو علينا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.